عبدون روحوا من الناشئين، موافقة برضو من قبلنا ومن قبل الاتحاد، موافقة رسمية. تواصلنا مع وزارة الشباب والرياضة وتواصلنا مع الأساس اللي هو الاتحاد كرة اليد اللي هو بيطور دائما في اللعبة، بيحاول يطور فيها. طلبنا منهم انه احنا يكون فريقنا اول فريق كرة يد في قطاع غزة، على مستوى قطاع غزة من 67 ما كانش قبل هيك في فريق كرة يد. احنا اليوم اخذنا الموافقة الحمد لله اول امبارح، واليوم حتصلنا الموافقة الرسمية مكتوبة انه نشكل يكون فريقنا مشكل رسميا مسجل لدى الاتحاد الفلسطيني لكرة اليد، اول فريق نسائي من سنة 1967. احنا هلقيت في 2016 الحمد لله قدرنا بمجهود البنات وبمجهودنا ان شاء الله انه احنا نسجل فريق. احنا بنلاقي عقبات وفيش حاجة تتسهل لنا، ولكن امكانيات بسيطة، فيش صالة، فيش ادوات. احنا عبارة عن مجموعة من الشباب بتحاول تعمل شيء من لا شيء. جبنا المجموعة البنات اللي حابات يمارسن الرياضة وقلنا لهم احنا ما عندناش مكان، ما عندناش ادوات، عندنا ارادة انه احنا نصل ونصل للمراكز المتقدمة. طبعا في عندنا استحقاقات كثيرة على المستوى العربي والدولي والعالمي خاصة للجنس النسائي. انوعدنا انه احنا لو طورنا حنكون إنا نصيب إنه هني يتطورن مع تطور اللعبة في قطاع غزة. في قيود كتيرة علينا، يعني إنه بنت يعني تلتحق بفريق، وإنه من ناحية اللبس كمان إنه في تقييد كتير، إنه بنت تلبس بنطلون وجاكيت قدام كمان إنه كابتن يعني. ففي أيد وفي ما أيدش هذه الشغلة. أهلي بالبداية عارضوا، بعدين حكت لهم يعني إنه بس في بنات يعني مشتركات وفي تفاعل في الموضوع وإن الموضوع جدي، فالحمد لله بعد هيك وافقوا وهينا بنتضرب وإن شاء الله خير.